ماكينه بس وضلت حتى شي حاجه ولا شي دير جاوا على قبل المصلحه ديالهم ولا ديال مسؤول هضروا مع شي مسؤول ولا شي مدير وشكون اللي عنده اوتوريزاسيون يبين لنا حنا شي مدير البوليس او يدخل شي واحد هو المدير هنا شي واحد ماشي هو ماشي هو لا ماشي هو ما بغيناش نهضروا شي بخسار عارفوا وليداتنا راه عامره اليوم ما عرفنا مدربي مدير مهل الكفاءات جهه درب دسطاش بن نواصر. اليوم ان شاء الله تجمعنا على وديت واحد الوقفه احتجاجيه مفادها المطالبه بتاريخ انطلاق الدراسه، يعني لا دات اكزاكت. كاين واحد التماطل واشاك فوا كيقول لنا القرايه غتكون هاد السيمانه، السيمانه اللي وراها، السيمانه اللي وراها. هو الصراحه اول مره صيفطونا ميساج فيه بلي القرايه ان شاء الله غتكون في 9/9 على ودي شهر 9، مي فاش جينا ما كاين حتى شي حاجه. قالوا لنا اودي راه غندوزو غنديرو ديكو وهذا ا ديستونس، اي ابري ان شاء الله راه غادي تبداو القرايه ابري واحد سيمين ولا دو سيمين. الوغ صبرنا معاهم ديك دو سيمين، والبروبليم هو انه كان جاو الناس كراو، جاو الناس كراو قبل من شهر 9، دونك بقينا غاديين معاهم في الخط. كيقولنا القرايه ان شاء الله راه غتكون هذا هذا، بقينا غادي معاهم. فاش سالا لو موانف جينا عندهم ودنا وقفات قبل من هادو، غير وسطنا مازال ما تسمعش، مازال ما سمعوناش الناس، مازال ما عرفوش شنو البروبليم اللي عندنا. فبالتالي فاش كنا جينا عندهم في شهر 10 الديبار، قلنا لهم اودي بلي راه بغينا نهضر اكزاكت سي كانت القرايه داكوغ نتسناو، سي ما كانش قولوا لنا ما كانش باش نمشيو ان شاء الله، باش الناس اللي كارين يطلقوا الكراو هذا، دونك ما بقوش معذبين. الوغ قال لك بلي ابخي اون سيمين غتكون لا فيزيبيليتي في لا فان ديالها. داكوغ لو ديريكتور قال لنا بلي القرايه غتكون سيغ سيغتان في لو موا 10، الوغ غير تسناو وصبروا. شاك سيمين كنجيو نفس الهضره كتبقى تعاود نفس لي باغول نفس الحاجه، القرايه غتكون امتى ما عرفناش. الوغ طلعنا للاداره العامه ديال سيدي معروف، حطينا تما شكايه، مشينا للاكاديميه الجهويه عين برجه، دوينا مع ديريكتور، ما كاين حتى شي جواب زعما مقنع. شنو هو السبب اللي مخلي هاد الدراسه هادي معطله في مدير مهل الكفاءات النواصر؟ الله اعلم. الغريب في الامر هو انه طنجه جهه طنجه وجهه بني من الخنيفره وجهه درب دسطاط صرا لهم نفس المشكل، يعني في هاد العام هذا ضاع لهم. دونك طنجه وبني من الله بداو القرايه هاد العام هذا شنو مي كازا بقات. دونك علاش كازا بقات؟ تساؤل مطروح هنايا، وشنو هو السبب اللي مخلي مدير مهل الكفاءات النواصر معطله؟ بغينا نعرفوا غير السبب. كنقول لهم قلنا حنا عند من نتوجهوا، حنا نمشيو لي ستاجير مستعدين انهم يتنقلوا، انهم يمشيو ويدوا على حقهم سواء في الرباط سواء في البرلمان سواء هذا. كنقول لهم حنا قلنا عند من نمشيو غير تعاونوا معنا. كيقول لك لا حنا راه موظفين ديال الدوله وهذا، هذا كيتسمى تحريض. بالنسبه لي فورماتور، لي فورماتور كاينين، الاقسام مجهزين، كلشي كاين، يعني السونتر كامل مكمول. الا دخلتوا دابا شفتوا غتلقاو السونتر كامل مكمول. اي واحد غيجي توقفوا من برا تقول له عافاك شوف هذا السونتر هذا، غادي يقول لك بلي السونتر كامل. علاش ما كايناش القرايه؟ الله اعلم. دونك خاصه حاجه وحده وهي القرايه. لي ستاجير كاينين، لي فورماتور كاينين، ناس ديال ادمنستراسيون كاينين، لي كلاس موجودين، الماتيريال كاين. دونك اشنو خاص باش نبداو؟ وحاجه اخرى هو زعما السونتر ماشي اي سونتر عادي. بطبيعه الحال حنا عارفين بلي جهه درب دسطاش هي اكبر جهه، والسونتر اللي فيها هو اكبر واحد في المغرب واكبر واحد في افريقيا. الوغ خاصو واحد التدشين اللي تدشين زعما هماوي. اي الوغ ما عرفناش الصراحه شنو هو السبب علاش باقيين علاش زعما هاد التاخير هذا، وكنتمنوا يعطونا جواب مقنع حيت فريمون عينه. ولي ستاجير كلهم عندهم طلب واحد هو ان الدراسه تبدا في اقرب وقت ممكن. حنا راه كندخلوا لداخل لي كلاس، راه كندخلوا ليهم، راه كنديو مع لي فورماتور، كنديو مع الناس تمايا، ولكن اللي سولتي كيقول لك خاص التدشين. فبالتالي هاد الناس اللي مكلفين بالتدشين سواء المديره ديال الاداره العامه او لا شي حد اخر من غيرها اللي غيجي يدشن ان شاء الله، خاص زعما يقول لنا بعدا شكون اللي غيجي يدشن، يعلمونا زعما قبل ولا هذا، يمكن حتى شي فورماسيون على هذا الشيء هذا. والغريب في الامر هو انه فاش كنجبدوا التدشين وكنقولوا بان جهه درب دسطاش هي اكبر جهه، كنقولوا زعما بلي راه كنظنوا بان سيدنا الله ينصره هو اللي غادي يجي يدشن، كيقولوا لنا بلي هاد الهضره كبيره عليكم، هاد الهضره كنا سمعناها من طرف احد الموظفين، هاد الهضره كبيره عليكم. دونك ما تدخلوش فيها وهذا السونتر راه غادي تبدا وراه هذا راه هذا، دونك الهضره ديال ديما. حنا ما بغينا حتى شي حاجه، حنا ما بغينا صداع، ما بغينا ندابزو، ما بغينا تخدع على شي صوره خايبه من طرف الاداره ولا شي حاجه، حنا بغينا غير حقنا، بغينا غير القرايه تبدا. واش دابا يعقل انه المتدربين ولاو كيطالبوا بالدراسه انها تبدا؟ راه نورمالمون خاص السونتر اللي ولي دابا كيعيط للناس نورمالمون.
خاص زعما الناس يكونوا جالسين وكيعيطوا لهم للزيكوك يقول لهم اجي تقراوا هذا، ماشي العكس، المتدربين اللي كيوقفوا كيديروا حاجات باش انهم يبداو القرايه. فبالتالي هذا الشيء راه حشومه وهذا الشيء راه عيب الصراحه. وكنطالبوا من الاداره تاخذ الناس اللي بعاد والناس اللي مؤدبين وكارين بعين الاعتبار، حيت فريمون راه صبرنا بزاف. احنا راه ماشي دي سالاري زعما، راه ما خدامينش، راه حنا غير طلبه. الله يكون في حسن عوان الوالدين. وهذا لي زومبلوا ها هما عطاوهم لنا، ولي بلوز ها هما دابا لابسينهم. دونك القرايه فينا هي؟ لي زومبلوا خديناهم، لي بلوز ها هما لابسينهم، القرايه فينا هي؟ واش لي بلوز دابا باغ اكزومبل غادي نلبسوهم نبقاو نضرو بهم نقول لهم شوفوا حنا راه حنا دي ساجيف سي ام سي كازابلانكا 16؟ لا، هادشي ماشي معقول. الوغ بغينا غير القرايه تبدا، والله ما باغيين شي حاجه اخرى. وكنتمنى الاداره ياخذوا هادشي بعين الاعتبار ويشوفوا من حالنا الصراحه، حيت فريمون عينا النفسيه ديالنا تدمرات بزاف. دابا حاليا دي ستاجير معايا عندهم معاناه نفسيه، منهم نيت انايا، دخلنا في ديبرسيون، اضطرابات، الضغط العائلي والضغط من المجتمع. راه هاد الشيء ما كي زعما هما عارفينه ولكن ما حاسينش بينا كما حنا حاسين به. حس الضغط ديال العائله خايب والضغط ديال المجتمع حتى هو خايب. بارفورا دابا اي با اكزومبل غير كمثال، لا فامي ديالك عارفك بلي جاي كتقرا هنايا، وهذا عائلتك نيت لي بارون ديالك وهذا عارفك بلي جاي كتقرا، وهذا اشك فوا كيقول لك بديتي القرايه بدات القرايه، هذا امدرا شنو قال لكم، امدرا شنو غديروا. دونك ما كتلقاش باش تجاوبهم الصراحه، انت كتقطع وهما كيتقطعوا عليك، والمشكله كون غير كنتي حداهم، انت بعيد عليهم. دونك هما عارف شو تالف وتايه، حاير زعما واش غادي تمشي لعندهم ترجع في حالك، ولا غادي تبقى هنايا والله ما عرفنا شنو نديرو. دابا المشكل هو انه جايين الناس من بعاد، وحاليا راه جايين الناس من العيون، راهم جايين دابا باقيش هاد الطريق مازال ما وصلوش. بغاو حاجه وحده، الا ما كانت شي حاجه يعطيونا لي باك ديال الباكالوريا ديالنا ويصيفطونا لدي سونتر اخرين اللي بادين القرايه نبداو فيهم، ولا يعطيونا ولا يعوضونا على العام اللي ضاع علينا ان شاء الله. باقي جالسين في الدار عامين، انا ما ولي نمشي عند العائله، اش كدير جالس في الدار؟ علاش باقي مدرسي ما بداش؟ عامين.